متابعي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر اللي بطبيعة الحال نقدم لكم دائما من إسبانيا. وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اليوم 456 بطبيعة الحال متتبعي قناة شوف تي في، عدد منخفض ما سجلناش هذه أشهر وهذه أسابيع، ما سجلناش هذا العدد، والحمد لله ربما الخير قادم إن شاء الله خلال هذه الأسابيع. انخفاض كبير 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 بزاف في الناس المصابين بهذا الفيروس اللي هو كورونا. انتم راكم عارفين كنا كنسجلوا 2000 3000 4000 5000، ولينا دابا كنسجلوا 456. اذا 456 اصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 452,988. الأمور تسير بخير إن شاء الله، خاصة مع الانخفاض الكبير في عدد الإصابات، وهذا يدل بطبيعة الحال على وعي المواطنين بوضع الكمامة والتباعد إلى غير ذلك. كذلك الأجواء ديال البرد وديال الفيضانات خلات الناس يبقوا في المنازل ديالهم، وداك الشيء علاش انخفضت النسبة بواحد الشكل اللي هو كبير كبير بزاف. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة يا رب. إذن 456 فقط في هذا اليوم. هذا الفترة الماضية للأسف شهدت وفاة 24 حالة. إن لله وإنا إليه راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخذ. إذن 24 حالة وفاة لهذا اليوم. المجموع ديال الوفيات متتبعي قناة شوف تي في، المجموع ديال الوفيات وصل 7767 7767. هذا هو العدد ديال الناس اللي توفات منذ بداية هذا الفيروس. هذا بالنسبة لحالات الشفاء. حالات الشفاء ولله الحمد في ارتفاع مستمر. هذا الارتفاع يتجلى في هذا الرقم اللي ديال 1110. الحمد لله الناس اللي تشافوا. اخوان بارطاجيو هذا اللايف، هذا كلشي معنا الله يحفظكم. اذا كما قلت 1110 هو العدد ديال الناس اللي ولله الحمد شفات شفاء تاما وغادرت المستشفيات وغادرت ايضا المنازل ديالهم ولله الحمد. اذا الناس اللي تشفاو الدوبل ديال الناس اللي صابوا. عندنا الاصابات اكثر من 400، اما الناس اللي ولله الحمد تشافوا 1110. العدد ديال الناس اللي تشافوا من هذا المرض، هذا العدد ديالهم وصل 1110 ولله الحمد. بالنسبه للمجموع ديال الناس اللي تشافات، المجموع ديال الناس اللي تشافات وصل العدد ديالهم 426,006 ديال الحالات. إذن ولله الحمد هناك ارتفاع كبير في حالات الشفاء بالمملكة المغربية، وهذا شيء
متتبعي قناة شوف تي في يبشروا بالخير، يبشروا بالخير ولله الحمد. 1110 ديال الناس اللي تشافوا الحمد لله اليوم. الناس اللي بطبيعة الحال تقاسوا اليوم بهذا الفيروس العدد ديالهم وصل 456، 456 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي لهذا الفيروس إلى 452,000، 452,988. نتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين، خاصة الإخوان المغاربة اللي كاينين في البلاد أو اللي كاينين هنا بأوروبا، واللي كاينين أيضا في مختلف المستشفيات ديال العالم. فنسأل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء العاجل لكل المصابين بفيروس كورونا. أكيد أخي محمد، الحمد لله الحالة ديال الشفاء كيرتفع بشكل مستمر، وهذا الشيء اللي خلى مجموعة من المواطنين والمواطنات يفرحوا، لأن العدد طبعا الحال العدد ديال حالات الشفاء ارتفع اليوم بزاف. 1110 ديال الناس اللي تشافات، والناس اللي تقاست بهذا الفيروس هو 400. حتى الظروف الجوية بيني وبينكم كتساعد على هاد الأمور، هذه الأحوال الجوية ديال البرد ديال الشتاء ديال مجموعة من الأمور كتساعد على الانخفاض، لأن الناس يبقاو في الشتاء يبقاو في الديور ديالهم ما تيخرجوش، فداكشي علاش الأمور تسير بواحد الشكل اللي هو عادي جدا. الحمد لله هذا الشيء يفرح، وبطبيعة الحال المواطنين أرجوكم استغلوا هذه الفترة نتاع البرد، استغلوا هذه الفترة ديال الفيضانات وهذه الفترة ديال الأحوال الجوية اللي كتكون شوية عسيرة شوية، فحاولوا أنكم تبقوا في المنازل ديالكم قدر المستطاع. الإنسان يقضي الشغل ديالو، يقضي الخدمة ديالو، يتوكل على الله في حوايج المسائل ديالو ويرجع سالم للمنزل ديالو، لأنه التجمعات إلى غير ذلك فالإنسان تجيب المرض لوالديه، كيجيب المرض للعائلة ديالو إلى غير ذلك. فأشكركم جزيل الشكر على المتابعة ديالكم لهذا البث المباشر اللي اعطينا فيه الإحصائيات. طبعا الحال الإحصائيات أنا نصفتها لكم دابا كاملة، حاولوا أنكم تقرأوها وتراجعوا وتشوفوا الأعداد، الناس بزاف الناس اللي متبعين اللايفات ديالنا من هنا من أوروبا. إذن شكرا لكم على المتابعة، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله بعد قليل في لايف آخر. إلى ذلك الحين أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.